اليوم اذا بدك الفرحه مزدوجه، انت وبيك رح تكونوا على زيت المسرح مكرمين، شو بيعني لك الموضوع؟ شيء كثير حلو، شيء بكبر القلب، فرحان، مبسوط، محمس، موتر، يعني شو بيعني لك تحت عنوان انا لبناني وانت شاب لبناني عم تحقق نجاحات برا وكمان تكرمت من عده يعني جهات من برا، قديه بحملك هيدا مسؤوليه تتكون مثال؟ اكيد مسؤوليه لتقدر تكمل بهالهمه اللي ماشي فيها وبهالمستوى اللي ماشي فيها، مسؤوليه كبيره، بس بيكبر قلبي بس اتكرم لاول مره ببلد لبنان، فكثير هالشيء هيك محمسني، كثير مبسوط. وشو بدك تقول اليوم لعاصي؟ بدي اقول له اي لاف يو، يلا جود لك، ألف مبروك على التكريم، تستاهل أكثر وأكثر يا أبو الوليد. شو تحضيراتك الجديدة؟ نزلت غنية وكانت عندك مهرجانات، عم نشوفها كثير بالمهرجانات. كان عندي مهرجان من يومين ونزلت طلعت غنيتي الجديدة بالمهرجان اسمها يا هلا، عملتها هي الدخلة كانت، فنزلت قبل امبارح، إن شاء الله بتحبوها. قد ايه صعب أو سهل يكون حدا ابنه لعاصي الحلاني يعني عنده حامل هالثقل؟ إيه مسؤولية كبيرة كثير، الناس ما بتفهمها هيك، بتقول إنه نيال ابن عاصي طريق سهلة وهيك، بس هي صراحة كثير يعني عكس ما انتم عم تحكوا كثير صعبه. دي عم تجرب تكون خطواتك غيره لتكون عم تثبت حالك؟ ما دخل غيره او مثله، ما بفكر بهالشيء انه بعد عم بيك ولا قرب، بالعكس انا بيي وافتخر فيه ونحن بنكمل بعض، من كان انا او بيي او مريتا، يعني كلنا مع بعض بهالدومين، بس هي اللي صعبه مش قصه انه بعد عنه او قرب منه، هي اللي صعبه انه الاسم، يعني ما فيك تعمل اي شيء، بكثير كل خطوه بتعمليها كله محسوب على انه اسم العائله هو الكبير، فبس الحمد لله على كل شيء عم جرب قد ما فيي، ولهلا بحس يعني بالنسبه لي ماشي كثير صح، وان شاء الله بعد اكثر. والصبايا عم يتركوا البيت اذا بدك، ماريتا تجوزت وهلا وقت دانا، شو بدك تقول لهم؟ الف مبروك وان شاء الله يا رب تتهنوا. يعطيك الف عافيه.